مرحبا بكم يا طلابي، اليوم سوف نقوم بشرح درس التاء المربوطة. فلنعرف أولا ما هي التاء المربوطة. هي حرف لا يأتي إلا في آخر الكلمة، ولها شكلان: التاء المربوطة المشبوكة والتاء المربوطة الصحيحة. أحسنتم. فالتاء المربوطة المشبوكة تأتي في كلمات كثيرة، مثل اقرأوا معي: حديقة، حديقة، نحلة، مدرسة، مدرسة، لعبة. أحسنتم. والتاء المربوطة الصحيحة تأتي أيضا في كلمات كثيرة، مثل عصفورة، شجرة. حاولوا أن تقرأوا معي: وردة، موزة. والآن يا أصدقائي، هيا بنا نعرف ما الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. أولا، التاء المفتوحة يمكن أن تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها، مثل اقرأوا معي: تمساح، تمساح. التاء هنا جاءت في أول الكلمة. فتى، فتى. التاء هنا تاء المفتوحة، جاءت في وسط الكلمة. أحسنتم. بنت، بنت. التاء المفتوحة هنا جاءت في آخر الكلمة. أما التاء المربوطة تأتي في آخر الكلمة فقط، في آخر الكلمة فقط يا أصدقائي. لا يمكن أن تأتي التاء المربوطة في أول الكلمة ولا في وسطها، مثل اقرأوا معي: سمكة، سمكة. التاء المربوطة هنا جاءت في الآخر. أحسنتم. شجرة، شجرة. حديقة، حديقة. ثانيا، التاء المفتوحة لا يمكن أن نحذفها، يعني لا يمكن أن نحذفها من الكلمة، مثل تفاحة، تفاحة. إذا حذفنا التاء هنا تصبح الكلمة بلا معنى. هل يصح أن نقول فاحة؟ ليست لها معنى. اقرأوا معي: حوت، حوت. إذا حذفنا التاء أيضا تصبح الكلمة حو، ليست لها معنى. أما يا أصدقائي، التاء المربوطة يمكن أن نحذفها في بعض الكلمات وليست كل الكلمات، مثل شجرة، شجرة. إذا حذفنا التاء المربوطة تصبح شجر، وشجر هنا جمع كلمة شجرة، إذن لها معنى. ومثل أيضا اقرأوا معي: وردة، وردة. إذا حذفنا التاء المربوطة تصبح كلمة ورد، وهي جمع كلمة وردة. ثالثا، التاء المفتوحة تنطق تاء في السكون والتشكيل، يعني إذا وضعنا على التاء سكون تنطق تاء، مثل بنت، بنت. وإذا وضعنا عليه تشكيل تنطق تاء أيضا، مثل بنت، بنت. أما التاء المربوطة يا أصدقائي تنطق هاء إذا وضعنا عليها سكون، وتنطق تاء عند التشكيل، مثل سمكة. هنا التاء المربوطة عليها سكون، لذا نطقناها هاء: سمكة، سمكة. أما إذا وضعنا على التاء المربوطة تشكيل تنطق تاء، مثل سمكة، س.
سمكة. هل لاحظتم الفرق؟ أحسنتم. والآن يا أصدقائي هيا بنا نتمرن على كيفية استخراج التاء المربوطة من الكلمات. أرسم دائرة حول التاء المربوطة فيما يلي. هيا اقرأوا معي. في أول يوم في المدرسة ركبت منا السيارة، ولكنها كانت خائفة قليلة. وعندما رأت المعلمة وأصحابها نسيت خوفها وقضت يومها وهي سعيدة. هيا معي نقرأها مرة ثانية كي نستخرج التاء المربوطة. في أول يوم في المدرسة. أحسنتم، المدرسة بها تاء مربوطة. ركبت منا. أحسنتم يا أصدقائي. السيارة، هنا أيضا تاء مربوطة. ولكنها هنا، انظروا إلى كلمة ولكنها، هنا جاء حرف الهاء في وسط الكلمة، لا نضع عليه دائرة. أحسنتم. ولكنها كانت خائفة. خائفة، أحسنتم، هذه تاء مربوطة أيضا. وعندما رأت المعلمة، هنا أيضا جاءت تاء مربوطة، وأصحابها نسيت خوفها وقضت يومها وهي سعيدة. سعيدة، أحسنتم يا أصدقائي. إن شاء الله هنتقابل في درس تاني قريبا بإذن الله.